بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أتحدث الآن عن لون جديد من الأداء أو مقام جديد يمكن للقارئ أن يوظفه في إبراز وإيضاح والتأثير بمعاني القرآن الكريم. إذا صادفتك آيات فيها استبشار وروحانية مثل الآيات التي فيها وصف لرمضان وتبيين عظمة هذا الشهر وأنه الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأنسب وأفضل لون تختاره للقراءة لترتيل هذه الآيات هو مقام السيجا. وهذا المقام أو هذا اللون من المقامات الجميلة، وأفضل مثال أنني أقرأ به لكي يتضح لكم. بعد أعوذ بالله من الشيطان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأضيف هنا إضافة جميلة يمكن للقارئ أن يطعم بمقام أو لون آخر أثناء أدائه بالمقام الأساسي الذي يقرأ به. مثال: بعد أعوذ من الشيطان الرجيم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لاحظوا أني طعمت تطعيمة بسيطة جدا يكاد المستمع الذي ليس لديه خبرة في المقامات والأداء لا ينتبه لها، ولكنه يشعر بها أثناء استماعه. وهذه التطعيمة التي ذكرتها أو هذا اللون من الأداء يسمى بالهزام، وهو فرع من فروع مقام السيجا. طيب، حين نتحدث عن الآيات التي فيها جلال وعظمة وفرح واستبشار، فإننا نتحدث عن مقام من المقامات الجميلة والرائعة، هو مقام العجم، وهو أنسب مقام للقراءة أو لترتيل هذه الآيات وهذه المعاني. نعطي مثال على هذه الآيات التي فيها فرح واستبشار برحمة الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.